تناولنا خلال مباحثاتنا المفردة والموسعة كافة أوجه العلاقات الثنائية وأيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. طبعا تركزت معظم المباحثات حول الأوضاع في غزة وما وصلت إليه من تدخل الآن عسكري ترفضه البلدين في رفح لما قد ينتج عنه من أضرار بالغة فيما يتعلق بالمدنيين، وأهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، ورغم أن جولة المفاوضات الماضية لم تأتي بهذه النتيجة، فمرة أخرى هناك ضرورة للوصول إلى وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن حتى نحتوي هذه الأزمة وما أتت من تداعيات في توسيع رقعتها في المنطقة، سواء إزاء البحر الأحمر أو الأعمال العسكرية اللي تمت فيما بين إسرائيل وإيران، كلها أمور لها مخاطرها، لها انعكاساتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة. تحدثنا أيضا فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية وأيضا التعامل معها على أسس من المبادئ المتصلة بميثاق الأمم المتحدة، ومتابعة هذا الأمر وبذل كل من البلدين الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة ووقف الحرب والتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع. مرة أخرى برحب بمعالي الوزيرة، سعيد بزيارتها، صديقة عزيزة، نتطلع للفرص القادمة للعمل معها. شكرا.